اهم ايجابيات ماتش ماتش القطن الكاميروني اللي تتمنى انه الاهلي ياكد عليها في مرحله تحضيره ومواجهته لماتش الهلال؟ اهم ايه اللي اختلف في كره الاهلي؟ يعني احنا شفنا الموسم ده ماتشات فوق خالص وشفنا ماتشات تحت خالص، تمام. وجينا بعد سان داونز كانت الاستفاقه زي ما بيقولوا كده، لانه ما كانش قدامك حل تاني. يعني بالظبط. كان كنت مطالب تحقيق فوز كويس جدا، ان هم كانوا اربعه، ما كانش حد عارف ان الاربعه دول هينفعونا جدا في مواجهه بالظبط. الهلال، هيفرقوا معانا جدا في الماتش بتاع الهلال. ايه الحاجات الايجابيه اللي حصلت في ماتش القط تخليك تراهن على تكرارها، او على انه شكل الاهلي قدام الهلال يبقى بنفس الجوده ونفس الكواليتي او ابرز نفس الكواليتي؟ ابرز النقاط الايجابيه طبعا اللي النادي الاهلي كان مختلف فيها عن المباريات السابقه طبعا، وهي جماعيه اللعب. ده اللي احنا اتكلمنا عنه هنا في الحلقه الماضيه، وقلنا ان النادي الاهلي لازم يمتلك منظومه لعب جماعي هي الوحيده القادره على فك تكتلات اي فريق، على ان انت بتوصل تقدر توصلك للمرمى الفريق المنافس دايما وباستمرار. وده اللي حصل في مباراه القطن الكاميروني. النادي الاهلي فاز باربع اهداف، وكان في كره لحسين الشحات انقذها المدافع من على خط المرمى، اكتر من كره النادي الاهلي حاول بعد الرباعيه ان هو كمان كان يزيد الغله. فالنادي الاهلي اهم ايجابيات مباراه القطن: واحد، جماعيه اللعب; اتنين، الشهيه المفتوحه للتهديف، الوصول المتكرر لمرمى المنافس والمحاولات المستمره; ثلاثه او اربعه، اللامركزيه اللي كانت موجوده. احنا شفنا مروان عطيه طبعا، احنا هنا طالبنا وقلنا ان شاء الله يكون مروان في التشكيل الاساسي، وايضا جات المكافاه فوريه زي ما جات لكهربا، جات لمروان في الانضمام لمنتخب مصر. وانا اعتقد ان هو يكون واحد من اهم العناصر اللي يعتمد عليها فيتوريا في المرحله اللي جايه، لان هو يستاهل. لعيب رقم ستة بس لعيب كوره، لعيب عنده رؤيه. يعني احنا بنشوف مروان بيرفع عينه، وده اللي احنا اتكلمنا عنه، قلنا عايزين اللاعب اللي على الدايره. الكره بتاعت قفشه اللي عملها له، واللي قفشه مروان عمل اسيست بالظبط. وقفشه عملها بقى، انا لعبها بحب اللعيب بالاحساس اللي عينه مرفوع. يعني بالظبط. في لعيبه كتير يقول لك ايه، مش شايف غير تحت رجله، يعني مش بالظبط. شايف غير المربع اللي حوالين منه. في لعيبه تانية كشف الملعب، ومش بس قصه انك تبقى عندك الفيجن او عندك القدره انك تشوف تحركات لعيبتك او تحط الكره في الحته الفاضيه، لكن كمان الدقه في التنفيذ. دي مش اي لعيب عنده، خصوصا في الباسات الطوليه على الارض او في الهواء، بتبقى برضو مميز فيها. مميز فيها جدا. طبعا. لا احنا كمان مروان من يعني رغم قله مشاركاته، لانه هو لسه حديث العهد بالانضمام للفريق، انضم للفريق في يناير، ولكن الكره اللي عملها لقفشه في مباراه القطن، عملها لمحمد هاني في مباراه المقاولين، عملها في لحسين الشحات في مباراه اسوان. نفس الكره بنفس الرؤيه وحسن التمرير طبعا، بيعمل الكره مميز قوي مروان. غير كده كمان تمريراته المميزه، مروان قاطع جيد جدا للكرات، بيجيد جدا قطع الكره، وفي فرق بين انك تقطع بس وتقطع وتسلم. لا، مروان عنده الحته دي، بيقطع ويسلم، بيقطع ويعمل الباص في نفس اللعبه، فده بيوفر عليك وبيعمل معاك. هو ده بقى اللي فرق في، حتى تلاقي النادي الاهلي معدل امتلاكه للكوره في مباراه القطن الكاميروني ومعدل الهجمات اللي على مرمى الفريق المنافس اكبر من اي مباراه قبل كده. ليه؟ لان مروان كان مسهل عليك قوي الحته دي، انسيابيه الاداء اللي كان عاملها كمان. صحيح. الانسيابيه في الاداء اللي كان عاملها مروان كمان مع عوده عمرو السوليه، اللي انا لازم اديله حقه. لو نفتكر قبل مباراه سان داونز احنا اتكلمنا، وانا قلت ان انا بتمنى ان لو السوليه قادر، لان الحته اللي دايما في ظهر علي معلول السوليه يعني بيبقى عامل مامن الحته دي جدا. وشفنا علي معلول يمكن ما حصلش، الخطوره كلها كانت عن طريق واسو لاعب القطن الكاميروني، لم يظهر على الاطلاق في المباراه دي، لان علي معلول الحته دي كانت مقفوله تماما في وجود عمرو السوليه. فالاثنين دول اضافوا لوسط ملعب النادي الاهلي، لان الاثنين عندهم كوره. طبعا مع جماعيه الاداء اللي كان كولر مدي التعليمات ان يكون في جماعيه وفي عدم او لا مركزيه في التحركات، هو ده اللي اتمنى ان النادي الاهلي يستمر عليه، وتبقى عندنا منظومه لعب نبني عليها الفتره الجايه. خد بالك، ماتش ده كانه بالظبط ماتش نهائي. دور اقصائي، يعني ادوار اقصائيه نوك اوت، لانه اللي نتيجه المباراه هتخدمه هيكمل في البطوله، واللي مش هتخدمه هيودع البطوله. وبالتالي الهلال جاي عنده فرصتين، هو بياني حساباته انه اما التعادل او المكسب باي نتيجه، المهم انه ما يخسرش. والاهلي ما عندوش غير حل وحيد، ان هو يحقق مكسب. المكسب ده يكون 1-0 في حاله عدم قدره الهلال على التسجيل، او فارق هدفين في حاله انه لا قدر الله الهلال سجل هدف هنا في استاد القاهره. ده يفرض سيناريو مختلف، يفرض شكل مختلف لطريقه تفكيرنا كاهلي في اللقاء، وكطريقه تفكير الهلال. هل تتوقع انه يكون جيم مفتوح؟ هل تطالب الاهلي بالضغط من البدايه وانه يحط الهلال في نص ملعبه، ولا يبقى جيم ليه حساباته ويتقسم كل ربع او كل ثلث ساعه بسيناريو مختلف؟
هو مبدئيا احنا عايزين طبعا يعني قبل ما نتكلم في الفنيات عايزين نشيد جدا 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 بطلب وتحرك اداره النادي الاهلي لطلب السعه الكامله لاستاد القاهره والحضور الجماهيري الكبير. انا نازل المباراه كسبان بافضليه كبيره جدا. احنا اتكلمنا يوم مباراه سان داونز وحضرتك سالتني وقلت لي هل امتلاء الملعب هيدي افضليه لسان داونز؟ كانت الاجابه نعم. الوداد المغربي في النهائي لما واجهنا الوداد في نهائي البطوله الماضيه كان في تفوق كبير جدا. اهم اسباب التفوق على فكره مش فنيا، معظم عناصر الوداد موجوده حاليا معاك. والوداد مش احسن حاجه معاك. ولكن شكل الجمهور والدخل الفريق طبعا. المنافس يمكن اتكلم عنها عماد متعب النهارده طبعا في احد اللقاءات، وقال ان استاد القاهره كان طول عمره بيمثل رعب كبير جدا لاي منافس جاي يواجه النادي الاهلي في ملعب القاهره. فدي نفسيا ان شاء الله تدينا تفوق كبير جدا باذن الله. في اللعيبه وهي داخله حتى تسخن ويشوف الملعب مليان على اخره، الجمهور لعيبه النادي الاهلي هتستمد قوه كبيره جدا منها. بلال دي حاجه ملهاش علاقه بالاهلي او بغير الاهلي، اي لعيب كوره، اي لعيب كوره بيلعب قدام جمهور بيطلع افضل ما عنده، اي لعيب كوره بيلعب بمدرجات فاضيه بالنسبه له حتى لو ماتش رسمي وماتش مهم بيبقى بالزبط. بالنسبه له زيها زي التمرينه يعني بالزبط. فاهم استنفار الطاقه وانك انت تطلع اقصى ما عندك، ده دور الجمهور طول عمره في المدرجات. وياما بالذات بقى لو اتكلمنا على الاهلي، ياما مناسبات كتيره جدا جمهور الاهلي لما قلنا ان هو اللاعب رقم واحد وانه الجمهور اللي بيصنع الفارق. انا ممكن اعدلك من هنا لاخر الحلقه كتير. مواقف كتيره جدا كان الجمهور هو اللي بيقلب وبيغير سيناريوهات الماتشات. بالظبط، علشان كده انا بقول لحضرتك ان دي هتبقى نقطه كبيره جدا في صالحنا ما حصلتش من سنوات كبيره. 50,000 كمان مرشحين للزياده ل 60,000 كمان، فده ما حصلتش من سنين كبيره. فده نقطه تفوق. نيجي للعوامل الفنيه على ارض اللقاء. انا اعتقد ان ابنجي ده المدير الفني للهلال السوداني هو مدير فني عنده خبرات في الكره الافريقيه بالظبط، وانا اعتقد ان هو مش هينزل يدافع لانه هو عارف ان هو لو تلقى هدف مبكر هو الموضوع بالنسبه له هيختلف، لان طبعا استغلال العامل الجماهيري واستغلال حماس النادي الاهلي ورغبه النادي الاهلي في التهديف والشهيه المفتوحه اللي احنا اتكلمنا عنها ممكن يخسر اللقاء بهدفين وبثلاث اهداف. فانا اعتقد ان ابنجي هيفاجئ النادي الاهلي انه هيلعب جيم متوازن في البدايه زي ما بالمناسبه واجه سان داونز. يعني احنا لو رجعنا للقاء الهلال والسوداني وسان داونز في جنوب افريقيا بالمناسبه، سان داونز كان الهلال السوداني كان عامل واحد من افضل العروض. سان داونز شكل الهلال شكل خطوره كبيره جدا على سان داونز في جنوب افريقيا. واي فريق عنده كوره هيشكل خطوره على سان داونز على فكره. بالظبط، هو فريق محترم سان داونز وعنده كوره وعنده لعيبه على اعلى مستوى، بس هو دفاعيا تقريبا ما جاش. احنا شفنا الهلال بيوصل ثلاث مرات، احنا هنا في القاهره احنا واحنا هناك في جنوب افريقيا سيبك من النتيجه بالظبط، بس حتى احنا كان لنا كورتين في العارضه وكان لنا كور كتير جدا ممكن تغير سيناريو الماتش يعني بالظبط. ولولا سذاجه الاخطاء، خد بالك برضو في امور نفسيه بتحصل في اثناء سير المباراه ملهاش علاقه بقدراتك كفريق كوره. يعني لما يحصل خطا ساذج جدا زي ماتش الريال مثلا، انت لعبت جيم كبير جدا وطول ما النتيجه 2-1 انت كنت ند بند، لما حصل خطا جه الثالث وجه الرابع خلاص بتبقى داون الفريق بيهمل بقى. بالظبط كده بالزبط. فهو السيناريو بس اللي خدم مش اكتر، لكن هو دفاعيا فريق سهل جدا انك انت تخترق وتلعب على اخطاء الدفاعيه الكارثيه. بالظبط، لا لا هو عنده، احنا اتكلمنا وشرحنا الثغرات الكبيره اللي موجوده في فريق سان داونز، ويعني المباراه للنسيان وارد جدا على فكره نواجه سان داونز في جداً ان شاء الله بعد ما نتمكن من الصعود. ولكن الهلال السوداني وزي ما قلنا ايبنجي هيدخل اللقاء بتوازن كبير يعني هيبقى عنده توازن. عنده الرباعي الامامي بقى بالمناسبه مميز جدا، يعني عنده محمد عبد الله، عنده مكابي، عنده غربال، وعنده طبعا لوليبو الكونغولي اللي هو بالمناسبه جابه. هو مكابي لوليبو مكابي لوليبو ومحمد عبد الرحمن وغربال، وعندهم كمان طبعا اطهر الطاهر اللي اهدر ركله الجزاء ده كان معار في سموحه عندهم الرباعي الامامي خاصه محمد عبد الله لعيب عنده كوره، كورته مميزه جدا، وانا استغربت يمكن ان هو مش هو اللي يعني راح لركله الجزاء لما اتحسبت، وانا تفائلت اول ما اطهر الطاهر طبعا تصدى لتسديد ركله الجزاء، لان صعب جدا تجيب باك رايت يشوط ركله جزاء خاصه بالتكوين الجسماني الاطهر. جبنا محمد هاني شاط ضربه جزاء بالظبط هو ويليامز تخصص باك رايت بقى بيصد من غالبا هو من هاني بيأتراكت الباك رايت صد من هاني وصد من اطهر فهو بيعتمد القوه الضربه كلها في الهلال السوداني على الكونغولي لوليبو. لوليبو
هو محطة بيطلع عليها فريق الهلال بيقدر يسحب الفرقة بالمناسبة كويس جدا للمناطق الأمامية. يعني ممكن الفريق يلعب الكرة بيقف على الكرة كويس قوي، بيفوز بمعظم الالتحامات الهوائية. هو على الأرض مش مميز قوي، يعني احنا شفناه راح بكذا كرة على مرمى سان داونز، مش مميز على الأرض عكس الكرات الرأسية والضربات الثابتة. يمكن كان أحرز هدف في مرمى النادي الأهلي وأحرز هدف مماثل في مرمى القطن الكاميروني من نفس اللعبة. تتخوف هاخدك لاخر نقطه في ماتش الاهلي والهلال عشان عايز اروح معاك لمنتخبات مصر واولمبي واول، وطبعا نعدي على تشامبيونز ليج. بس اخر نقطه في ماتش الاهلي والهلال، تتخوف من فكره الفاصل الزمني ما بين استعاده الاهلي اللي لعبته مره تانية الدوليه وماتش الهلال؟ يعني احنا مفترض لعيبه الاهلي هترجع يوم 29، هيبقى عندك 30 31، هل ده فتره كافيه انك انت تجمع اللعيبه اللي هتبقى جايه طبعا من مباراتين او مواجهتين دوليتين؟ الاولمبي بيلعب مع زامبيا والاول بيلعب مع ملاوي، رايح جاي فتره كافيه بالنسبه لك ولا ممكن تبقى شويه مقلقه او مش عايز اقول مشكله بس مقلقه؟ يعني هو دايما التوقف الدولي بيبقى سلاح ذو حدين. التوقف الدولي بيبقى دايما مضر جدا للفرق اللي كانت مفنشه قبل التوقف بصوره كويسه كويس. جدا ويجي التوقف يعمل الفاصل اللي حضرتك بتقول عليه، وبتبقى مفيده للفرق اللي كانت عندها مشاكل وبتستغل فتره التوقف لاعاده الحسابات مره اخرى. فالنادي الاهلي في الحاله دي لا، يعني احنا ممكن يبقى عندنا تخوف في محله شويه، لان كمان السفر ورحلات السفر احنا عندنا بيرسي تاو النادي بيحاول يحجز له من دلوقتي، لان في كلام ان مفيش طيران من تقريبا الدوله اللي هو مسافر يلعب مع منتخب جنوب افريقيا، مفيش طيران مباشر للقاهره. فيعني في مشاكل، انت عارف مشاكل السفر والطيران داخل افريقيا يعني تبقى صعبه شويه، فهيبقى في ارهاق. كمان منتخب مصر هيشارك في مباراه العوده امام ملاوي، اللعيبه هيأدوا المباراه وهم صايمين الساعه 3، فكل دي حاجات هتعمل او عوامل ممكن تؤثر بدنيا على اللاعبين المنضمين لمنتخباتهم. نتمنى بقى في اليوم، طبعا هي فتره مش كافيه خالص ان انت هترجع تعمل يوم ريكفري واليوم الثاني تراي ماتش والثالث يوم هتبقى المباراه، ولكن انا اعتقد ان الحاله اللي كان عليها اللعيبه وان هم قطعوا على نفسهم عهد كبير جدا قبل التوقف ان هم ان شاء الله هيسعدوا وهيفرحوا الجماهير بالصعود، انا اراهن على الحاله ديت ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي لما بيتحطوا تحت المسؤوليه بيبقوا قدها وبيعدوا وبيتجاوزوا المباريات الصعبه.